نلقي نظرة على الأسواق العالمية بتفاصيل أكبر مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ هيثم الجندي. أهلا وسهلا أستاذ هيثم. في البداية أستاذ هيثم، يعني النفط والذهب على انخفاض خلال تعاملات اليوم، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ البداية أهلا بحضرتك أستاذ إنجي، كل عام وحضرتك بخير والسادة بخير. يعني لو هنتكلم احنا في بداية اسبوع ومنتظرين مزيد من الاشارات، سواء في صورة بيانات اقتصادية او تعليقات لمسؤولي البنوك المركزية وبالتحديد بنك الفدرالي الامريكي. الاسبوع الماضي كان عندنا احداث مهمة، كان عندنا اجتماع الفدرالي وكان اجتماع ربع سنوي، والتقديرات اللي كانت صدرت عن المسؤولين كانت مهمة وجات على غير المتوقع بالاشارة ان الفدرالي المسؤولين بيروا تخفيض الفايدة مرة واحدة هذا العام، ولكن اللي هون من التأثير تصريحات رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحفي اللي قلل من شأن هذه التوقعات وقال إنها توقعات متحفظة، وإن في الآخر المعيار اللي بنهتدي أو بنسير على خطاه هو البيانات الاقتصادية to be data dependent. والبيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي الخاصة بالتضخم في أمريكا، سواء أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين، الاثنين جم بنتائج فعلية تشير إلى أن التضخم استأنف من جديد اتجاهه الهبوطي. يعني لو بنتكلم على البرايس كونسيومر برايس اندكس أسعار المستهلكين، كان لأول مرة من سنتين المؤشر العام يسجل قراءة مستقرة دون تغيير، والمؤشر الأساسي اللي بيستثني الغذاء والطاقة يتباطأ للشهر الثاني على التوالي، ولكن الفدرالي محتاج عدة تقارير على مدار عدة أشهر يطمئن من خلالها أن الفدرالي باتجاه هبوطي باتجاه مستوى 2% اللي بيستهدفه. طب احنا كده استاذ هيثم بنتكلم عن انه البيانات دي على مدار الثلاث اجتماعات المتبقيه للفد بتتوقع، يعني بشكل شخصي مجرد توقع، انه هيكون خفض مره، ام في دلوقتي البعض بيقول انه ممكن يبقوا خفضين وممكن ما يبقاش فيه اصلا خفض، لاي سيناريو انت بتميل؟ هو الحقيقه الفدرالي مش تحت ضغط ان هو يخفض الفايده، هو عنده وضع مثالي، عنده نمو اقتصادي جيد جدا. يعني كان لسه البنك الدولي رفع تقديراته للنمو العالمي بفضل النمو في امريكا، النمو الاقتصادي الامريكي هذا العام البنك الدولي رفعه من 1.6% الى 2.5%، فده معدل جيد جدا لاقتصاد متقدم مقارنه بالاقتصادات المتقدمه الاخرى. في نفس الوقت التضخم معدله لازال جيد برضه مقارنه بالمستوى المستهدف، المؤشر اللي بيفضله الفدرالي اللي هو البي سي معدله اخر قراءه ليه 2.7%. بالظبط كده، فبالتالي هو عنده تضخم بيتراجع ولو بشكل غير مستقر بشكل متقطع، ولكن في النهاية هو مش بعيد كتير عن المستهدف، وفي نفس الوقت عنده اقتصاد قوي وبالتالي عنده رفاهية الانتظار. طيب احنا اتكلمنا عن المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، هل الوضع الاقتصادي في الصين ألقى بظلاله بشكل ما على تحركات أسعار الذهب والنفط، أم أنه البيانات الأمريكية هي دايما الأكثر تأثيراً؟ لا، بكل تأكيد الصين لها تأثيرها. يعني لو بنتكلم على أسعار النفط، فكان عندنا النهاردة بيانات في الصين خاصة بالإنتاج الصناعي وجات مخيبة للتوقعات، وده كان ليه أثره السلبي على أسعار النفط، لأن لازال المخاوف المتعلقة بالطلب مؤثرة على أسعار الخام، وده يضاف إلى القرارات اللي صدرت عن أوبك بلس يوم 2 يونيو لما أعلنوا تمديد أغلب تخفيضاتهم مع استعادة بعض الإنتاج في اكتوبر من هذا العام، واسعار الخام ما تحملتش مجرد ان الانتاج يتم استئنافه، وشاهدنا تراجعات لخام القياس العالمي برنت نزلنا لحد 77 دولار للبرميل، لحد ما تدخل وزير الطاقه السعودي بتصريح ان هذه الخطط لاستئناف الانتاج ممكن يتم تعليقها او الغائها، وده اللي خلى الخام يتعافى بعض الشيء ويتداول حاليا عند 82 او 83 دولار للبرميل. ولكن في النهاية أسعار الخام متأثرة بأن الاقتصاد الصيني لازال بيؤدي بشكل غير متكافئ، في بعض القطاعات بتتعافى وفي قطاعات أخرى لازالت تحت ضغط. وأيضا المتوقع برضو أنه هذا الوضع يستمر لحد إمتى بالنسبة للصين؟ الصين لازالت يعني لب المشكلة أو صميم المشكلة هو الأزمة العقارية. لازال القطاع العقاري لازال هو مصدر المشاكل اللي بتعاني منها الصين. مدام لازال العقارات أسعارها في تراجع والطلب على العقارات منخفض، هيفضل النمو الاقتصادي غير متكافئ، وهيفضل القوة الاستهلاك الداخلي بما ان مدخرات الصينيين في هذا القطاع، هيفضل الطلب الداخلي ضعيف، وهنلاقي توترات تجارية عالمية لان الصين في المقابل بتضطر انها تلجأ لتعزيز التصدير الاعتماد على الطلب الخارجي بسبب الاوفر كاباسيتي الانتاج المفرط، وده بيخليها تدخل في توترات واشتباكات مع الاقتصادات الاخرى،
بما انها بتغرق الاسواق الاخرى بمنتجاتها، وده هنشوفه كتير الفتره الجايه. وده طبعا هيأثر على هذه الأسواق الأخرى، فبالتالي هنشوف أبعاد أخرى للصراع التجاري مع الصين. طيب لو ذهبنا للأسهم الأوروبية أستاذ هيثم، احنا شايفين أنه بعد فترة من الانخفاض القوي الأسهم الأوروبية بتعاود الارتفاع، وطبعا ده بدعم رئيسي من مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك. هل من وجهة نظرك هتستمر الأسهم الأوروبية في الصعود؟ لا، الأسهم الأوروبية هتستمر تحت ضغط. يعني المستجدات الأخيرة بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي وعدم اليقين السياسي اللي بقى موجود دلوقتي في فرنسا في ضوء الانتخابات المبكرة اللي تم الإعلان عنها بنهاية هذا الشهر، الأسهم الأوروبية يعني النهاردة كان أحد التطورات الجديدة إن باريس فقدت مكانتها كأكبر سوق للأسهم في أوروبا لصالح بريطانيا، صالح سوق لندن، فدوت بيرجع لخسائر عنيفة جدا بتشهدها الأسهم الأوروبية وبالتحديد الأسهم الفرنسية من وقت إعلان نتائج الانتخابات البرلمان الأوروبي وصعود تيار اليمين المتشدد وما تلا من إعلان فرنسا عن إجراء انتخابات مبكرة نهاية هذا الشهر، وده اللي عمل حالة من الأنسرتينيتي أو عدم اليقين وفرض ضغوط أكتر على خلاف الوضع في وول ستريت. وول ستريت هي اللي منتعشه ومستمره في تحقيق مكاسب قياسيه سواء على مستوى مؤشر الناسداك او مؤشر الاس ان بي 500، استفاده طبعا من الحماس المتعلق بالذكاء الاصطناعي واسهم شركات زي انفيديا، وفي نفس الوقت تفاؤل بان الفيدرالي في النهايه هيخفض الفايده، وبيخفض الفايده من وضع قوه مش من وضع ضعف، ما فيش بقى اي دلائل على حدوث ركود امريكي، ودوت اللي مخلي اسهم وول ستريت في اداء استثنائي مقارنه بغيرها من البورصات العالميه. اما البورصات الاوروبيه هتظل تحت ضغط لحد ما نشوف ما فتفرزه الانتخابات البرلمانيه المبكره في فرنسا. طيب الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا وفكرة صعود اليمين المتطرف مش بس في فرنسا، في دول أوروبية أخرى، احنا يعني ممكن نربط بينه وبين توقعات الاقتصاد الأوروبي الفترة الجاية ازاي، خاصة انه احنا شايفين في ملف التشديد النقدي أوروبا يمكن بدأت تنفصل شوية عن العباءة الأمريكية بشكل أو بآخر، متوقع ايه للاقتصاد الأوروبي الفترة القادمة؟ وده بيرجع للتفاوت، التفاوت في الأداء الاقتصادي في الوقت اللي أمريكا منتظر تنمو هذا العام بمعدل 2.5%، منطقة اليورو بعد رفع تقديراتها متوقع تنمو 9%، فمعدلات نمو متواضعة مقارنة بالاقتصاد الأمريكي، وبالتالي وفي نفس الوقت معدل التضخم في أوروبا هو الآخر برضو قريب من المستهدف، يعني آخر قراءة ليه 2.6، يعني هو مش بعيد على 2%. بس فكرة إن البنك المركزي الأوروبي اضطر إن هو يخفض الفايدة بدري، وده بيرجع لإن هو التزم مسبقا بهذا الأمر من غير ما يعتمد على البيانات. ولكن لو قرر هذه الخطوة، خاصة ان هو بدأ وكندا بدأت وقبلهم كان سويسرا والسويد، لو اضطروا يخفضوا الفايدة مرة اخرى والفيدرالي انتظر حتى ديسمبر، فدوت هيعمل دايفيرجنس اكبر او تباعد اكبر. صحيح. هيدي افضلية للدولار الامريكي، وده مش لصالح الاقتصاد العالمي والدول الناشئة والنامية. فالاقتصاد الاوروبي نفسه استمرار المركز الاوروبي في ان هو يخفض الفايده اكثر من مره، وان اليورو هناك يتعرض لضغوط، كمان لو ضفنا دي التوترات السياسيه بعد نتائج الانتخابات البرلمان الاوروبي، فمعنى دوت ان ضغوط التضخم نتيجه ضعف العمله الموحده، ولسه الحرب الروسيه الاوكرانيه بيحصل فيها تطورات حتى لو انظار العالم ما بقتش متجهه لها قوي، بس المتوقع انه هيحصل يعني تطورات على صعيد الحرب الروسيه الاوكرانيه، وبالتالي اكيد طبعا اوروبا. ويعني استاذ هيثم في الاخر بنلف ونرجع لنفس النقطه دائما، قوه الدولار الامريكي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي على كل هذه المعلومات كالعاده.